ما دارت الهلال ما غازلها بشكل كويس، بس راح يجيبها. الهلال ما غازل آسيا بشكل كويس، يعني في كل مرة يدخل ما هو اللي يعني ما هو اللي تكون شاد حيله. يمكن نظام المسابقة الطويل ذا الممل اللي الحماس اللي انت تدخل به يبرد في دور الثمانية، وصادف انك تقابل ام صلاله ولا تقابل الثاني وتطلع. لكن انا اقول يبغى لها بس تركيز، وانا في تصوري ان الكرة السعودية بترجع بالهلال وبأندية ثانية لصدارة آسيا. طبعا انا متفائل ترى على طول الخط، في شيء يتعلق بالهلال متفائل. متفائل مرة جدا. يعني يوم كانت سهلة كان يجيبها الهلال نظامها الأول. لا دي طبعا هذه أسهل في الطريقة، أسهل في الطريقة، يعني تلعب ثلاث أربع مباريات خمس مباريات محدودة، والفترة الزمنية حقتها ما هي فترة مفصولة، أنت بتكون في روح البطولة. أنت الآن تبدأ تلبس صيفي تخلصها شتوي. صارت عقدة نفسية للهلال؟ لا، إن شاء الله ما هي عقدة، بالعكس.